العناوين يفاجئون روان وريان، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع سارة مهند اللي ظهرت امبارح وهي عم تعمل إبرة النضارة اللي شفنا كتار أيضا من المشاهير عم يحتمدوها، وسارة وصلها تعليقات من طرف الجمهور إنه ما تلعب ببشرتها وما تعمل تجميل وإنه هي حلوة وما بتحتاج. أكدت سارة إنه هي ما عملت ولا شيء بس إبرة النضارة، وكمان بالأمس شفنا بسان إسماعيل عم تعملها وأكدت بسان إنه هي بتعطي جمال للبشرة بدون ما يحتاجوا يعملوا عمليات تجميل وفيلر. ومن المشاهير اللي شفناهم اعتمدوها في الفترة الماضية كان شيرين بيوتي، سار الورع، غيت مروان، ورغدك يومجيان. أنا اللي حطيته في وجهي نضارة، حطيته في وجهي عشان بروتين، فيه بروتينات وفيتامينات كثيرة. You got it. مو فيلر ولا تجميل ولا شيء، نضارة. نمر إلى لانا ولين، حيث انتشرت مؤخرا عدة أخبار تقول إنه في خلاف بيجمعهم مع روان وريان، فأخ لانا ولين تفاعل بالأمس على ريل رغود، وبهذا التصرف توقع الجمهور إنه ما في خلاف بينهم وإنه الإشاعات مو صحيحة.